تصدق بالله يا اخي، على الرغم من هزيمة منتخب مصر النهارده 4-2، لكن بقول لك ايه، المنتخب ده مبشر. هتقول لي يا عم ميركن، هقول لك لا مبشر مبدئيا، بس صلي كده على حبيبك النبي علشان كلنا ناخد حسنات، وشير الفيديو ده على قد ما تقدر. ليه بقى يا برنس المنتخب ده مبشر؟ مبدئيا يا باشا، انت بتلاعب كرواتيا مش ناميبيا ولا حتى زامبيا. كرواتيا دي اللي هي وصيف اوروبا، وصيف كاس عالم 2018، تالت عالم 2022. دي مش فرقة سهلة، دي حاجة. تاني حاجة، حضرتك برضو معاك يعتبر اتنين مش موجودين من القوام الاساسي زي محمد صلاح واللي فارق كتير جدا، وامام عاشور واللي برضو فارق كتير جدا في نص الملعب، غير طبعا غياب محمد الشناوي اللي مقصر وكان بيحسسنا بالامان كده في حراسة المرمى. النهاردة حضرتك لو نزل حد من الجمهور شاط كورة او حتى تلاج على ابو جبل كانت دخلت يا باش. ثالثا، حاجة كويسة جدا وتتحسب لكابتن حسام حسن، انه لسه ماسك منتخب مصر بقاله شهر تقريبا، وقبل ان هو يلعب الدورة دي قصاد الفرق دي، فدي حاجة تتحسب له. خلي بالك ان انت كان عندك مدربين بتاخد ملايين، وكانت لما بتعمل ماتشات ودية كانت بتعمل ماتشات ودية مع ليبيريا واثيوبيا. حسب له حضرتك ايه تاني، ان انت شايف فعلا مدرب قلبه على المنتخب وواقف على الخط عمال يصرخ، تمام؟ طبعا هتقول التكتيك ومش التكتيك، لا يا باشا، الراجل لسه ما خدش وقته مع منتخب مصر، ده لسه شهر، لازم الراجل ياخد وقته. انت عندك نفس الاخطاء الدفاعيه اللي واقع فيها من ايام فيتوريا، عندك شوارع في خط دفاعك ورا، دي الحاجات اللي المفروض كابتن حسام حسن يشتغل عليها وان شاء الله هتتطور الفتره اللي جايه. انما تقول لي اصل حسام حسن مش نافع او الحوارات اللي الناس عماله تقولها دي، انا لا اتفق تماما معاك يا غالي. انت بتلاعب فرقه مش سهله، وخلي بالك انت النهارده تضيع تقريبا انفرادين، الانفرادة اللي راحت لمصطفى محمد وجت في القايم دي كانت ممكن تغير نتيجة الماتش تماما، وبرده كرة تريزيجيه اللي لبس فيها الواد كوبري جاب لنا كلنا صداع وحطها حكت في القايم، كل دي فرص انت ما كنتش بتشوفها مع مدربين تانيين. فاصبر يا باشا، وعشان كده بقول لك المنتخب ده مبشر، وكل الدعم ليك يا عميد، وان شاء الله هننيم افريقيا من المغرب.